بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هقوم بشرح وقراءة كتاب الكافي في البلاغة معكم. الكتاب من الكتب القيمة في علم البلاغة، تأليف الدكتور أيمن أمين عبد الغني، هو أستاذ علوم اللغة بجامعة باكستان الإسلامية، جزاه الله كل خير، وحقوق الطبع والنشر كله مكفولة ومحفوظة للدكتور أيمن. احنا هنبقى مجرد بس قارئين للكتاب ونوضح فيه بعض المسائل. الكتاب زي ما باين قدامكم هو تقديم للدكتور رشدي طعيمة والأستاذ الدكتور فتحي حجازي، وكمان قام بتقديم له الدكتور ياسر برهامي. طبعا احنا هنتخطى ان شاء الله اللي هي كلمة المؤلف وكلمة الدكاترة والدكتور والشيخ ياسر برهامي، وهنروح بسرعة للتمهيد اللي بيتكلم فيه الكتاب عن البلاغة وأهمية البلاغة، ازاي الانسان يكون انسان بالغ. طبعا انتوا ممكن تطلعوا من اللغة جدا اللي هيستفاد بيه كتير جدا منكم. ان شاء الله هنبدأ في التمهيد. الكتاب في البداية بيقول لي ان البلاغة ماهيش قواعد جامدة كجثة هامدة لا حس فيها ولا حركة. البلاغة ماهيش عبارات مصنوعة جامدة او قوالب ثابتة، مش زي كثير من الناس اللي بيظن ان البلاغة مجرد قواعد لو حفظها يبقى فهم البلاغة. البلاغة فيها نوع من أنواع التذوق. في البداية بيقول لي يعني إيه بلاغة. البلاغة في اللغة هو بلغ الشيء أي وصل أو انتهى إليه. فلما نقوله بلغ الغلام يعني أدرك أو وصل سن البلوغ والرشد، ولما أقول بلغت المنزل يعني وصلت إليه. وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي إذا وصلوا إلى سن البلوغ. كل ديت معنى أو معاني للبلاغة. البلاغة عند أهل اللغة هي حسن الكلام مع فصاحته وأدائه لغاية المعنى المراد، يعني إن الإنسان يكون حسن الكلام وفصيح وفي نفس الوقت بيصل في كلامه ده للمعنى المراد. فالرجل البليغ هو الفصيح حسن الكلام. طيب يبقى أصل مادة الكلمة بيدور حوالين البلوغ أو الوصول أو النهاية للشيء. بعد كده بيقول لي طبعا المثال وبلغ الغلام وبلغت الجارية، والجارية جماعة يعني البنت، الجارية مش المرأة المملوكة ولا حاجة، الجارية أي بنت صغيرة اسمها جارية. فإذا وصل لمرحلة ما دون التكليف ودخل في مرحلة التكليف اللي هو سن البلوغ يعني اللي الإنسان هيحاسب فيه يبقى اسمه سن البلوغ. طيب البلاغة بقى في الاصطلاح هي مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به مع فصاحة مفرداته وجمله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كلامي يكون بيراعي حاجتين، أو إن كلامي عشان يكون بليغ لازم يتوفر فيه حاجتين. أولا يكون فصيح سواء في المفردات أو في الجمل، يعني في ككلمات وكجملة مركبة. إنه كمان يكون مطابق لمقتضى حال من يخاطب به. يعني إيه حالتهم؟ يعني لابد إن أنا أنتقي الطريقة الملائمة إما لحالة المخاطب به عشان أبلغ الكلام أو الكلام ده يبلغ له ويكون له تأثير عليه. طيب الأحوال اللي بتستدعي اختلاقا أو اختلافا في طرائق الكلام وأساليب، عندي ثلاث حالات. أول حالة ما يستدعى من الكلام إيجازا، يبقى أحيانا أنت بتكون محتاج أن أنت توجز أو تختصر في كلامك. أنت ممكن حضرتك تقابل حد وأنت حاسس من قراءتك لملامح وجهه أو من حركاته أنه محتاج أنه هو يتحرك من مكانه بسرعة لأنه وراه مشوار أو حاجة، فلابد أن أنت لو عايز تكلمه تكون عندك إيجاز ما تطولش في كلامك. أو أن الكلام يكون يستدعي بسطا متوسطا، يعني هتشرح بس برضو مش شرح باستفاضة. تالت نوع أنه يستدعي الكلام بسطا مطولا، يبقى احنا عندنا الكلام يا إما إيجاز يا إما بسط متوسط يا إما بسط مطول. البلاغة بقى أن أنت تراعي كل ده، أن أنت تعمل الإيجاز من غير خلل ويكون التفصيل من غير ملل. يعني ايه؟ يعني لو انت هتختصر كلامك يبقى كلامك مفهوم وما تخلش بالمعنى، واذا انت بسطت كلامك او فصلته او اكثرت او عملت حاجة اسمها اطناب زي ما هناخده في البلاغة يكون الكلام بتاعك ما فيهوش ملل للمستمع او طبعا القارئ بعد كده، يبقى مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته.
طيب لابد ان انت عشان تأدي المعنى يكون كلامك واضح وعبارتك فصيحة، تكون مؤثر جذاب وكلامك متناسب مع الموقف ومناسب كمان للأشخاص اللي انت بتخاطبهم. طبعا دي ملكة وموهبة، مش كل الناس بيكون عندها الموضوع ده، لكن هل ممكن؟ طبعا انت اذا كانت حالة اللي انت بتكلمه حالته من الذكاء او الغباء او التوسط، او ان هو يكون شاك في كلامك او منكر له او جاحد له، ودي درجات متفاوتة. ممكن يكون الشخص مش متأكد من كلامك، غير ان هو يكون بينكره كلية، او ان هو بيكون بينكر كلامك انت نفسك. يبقى لابد ان انت يكون عندك بلاغة ان انت تخاطب الشخص اذا كان شاك في كلامك او جاحد او منكر له. طيب بالكتاب بعد كده بيديني ان البلاغيون استدلوا برواية تروى عن ابي عباس المبرد النحوي، حيث روى الكندي ده فيلسوف انه جاء يوما يقول اني اجد في كلام العربي حشوا. انا شايف ان العرب عندهم كلام في حشو، حشو يعني فضلة زيادة مش مؤثر في المعنى. طيب ايه يا عم الكلام ده؟ قال عبد الله قائم، إن عبد الله قائم، إن عبد الله لقائم، والمعنى واحد في الجميع. هو رأى إن كل الجمل بنفس المعنى، إن عبد الله قائم زي إن عبد الله قائم زي إن عبد الله لقائم، فالمعنى كل واحد. فأبو العباس بيفسر له قال له لا، المعاني مختلفة. فعبد الله قائم إخبار عن قيامه، أنت بتعرف حد إنه قام. إنما إن عبد الله قائم ده جواب عن سؤال سائل. إنما إن عبد الله لقائم ده جواب عن إنكار منكر، فأنت استخدمت وسيلتين إن واللام، لأنه بينكر قيام عبد الله، فأنت حبيت إن أنت تثبت له الكلام ده. طيب يبقى الملاحظات عندنا، إذا كان المخاطب جاحد منكر لابد أن أنت تتكلمه بأكثر من مؤكد، وزي مثلا بتقول والله إن البلاغة لمفيدة، يبقى الراجل اللي بيسمع الكلام ده مش مصدق أن البلاغة دي مفيدة، فأنت حبيت تأكد له، أو يكون متردد أو بيشك في هذا الأمر. طيب إذا كان المخاطب ذكي شخص متوقد الذهن، فأنت بتستخدم معاه الإيجاز. إذا كان دون ذلك أنت بتستخدم معاه الإطناب، لأن طبعا ممكن يكون بليد يعني ضعيف الإحساس أو غيره. وإذا كان متوسط ما بين الذكاء والغباء، فأنت بتستخدم معاه المزاوجة أو التوسط، يبقى إما إيجاز أو إطناب أو مزاوجة أو مساواة. وعشان كده القرآن الكريم وهو أعلى طبقات البلاغة وهو أعلم بأحوال البشر، كان بيحسن البلاغة أو يحسن مخاطبة جميع العقول في ذلك. على كل، أنت لما بتعامل ابنك الصغير غير معاملتك لابنك الكبير، غير معاملتك لمعلمك، غير الأستاذة، غير الرئيسة، غير لصديقك، فكل دول لابد أن أنت تكون عندك ملكة في خطاب كل هؤلاء، وهي دية البلاغة. طبعا ازاي تمتلك البلاغة؟ الكتاب بيدي لك وسائل عشان تمتلك البلاغة. اولها واهمها المداومة على النظر والمدارسة في كتاب الله عز وجل، وده اعلى مستويات البلاغة. يليه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح البلاغة بيكون لها ملكة وبتكون موهبة زي الرسم وغيره، لكن الانسان ممكن يطور من نفسه وتستمع وتقرأ في كلام العرب وفي اشعار العرب، ده برضو بالتدريب والتمرين بينشط الموهبة دي عند الانسان. فوائد دراسة البلاغة، أولا أنت بتتذوق اللغة وبتتمتع بها وبتفهمها فهم دقيق، ففي أشياء لما أنت بتبقى فاهم بلاغة بتفهمها. كمان الأعاجم اللي هم غير العرب بيساعدهم على الوصول للمعنى المقصود من النص. كمان بتخلينا نفرق بين الحقيقة والمجاز اللي هو الخيال. كمان بتبين مواطن الجمال وبتكشف أسرار الكلام. بتديك ميزان عشان تعرف منه الجيد من الغث، هو الشيء الرديء أو الشيء اللي إيه الغير مفيد. تمام، بيحصل كمان نوع من أنواع المتعة لما بتفهم البلاغة. كمان في وسيلة مباشرة لفهم كتاب الله وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا وظائف، وظيفة علم الصرف هو النظر في أبنية الألفاظ واشتقاقها، وظيفة علم النحو النظر في الإعراب وضبط أواخر الكلمات، وظيفة علم المعاني بيساعد على توصيل المعنى بطريقة صحيحة، وظيفة علم البيان بيجعل الكلام واضح في الدلالة، وظيفة علم البديع تحسين الكلام تحسينا ظاهرا، والكلام من حيث المعاني والبيان يقال إنه فصيح من حيث اللفظ، لأن الفصاحة دي بتنظر إلى اللفظ دون المعنى، والبليغ من حيث اللفظ والمعنى مع بعض،
لأن البلاغة بتنظر إلى اللفظ والمعنى. وعلى هذا فإن الببغاء لا يسمى فصيحا ولا يسمى بليغا فصيحا، لأنه بيستطيع أنه يقصد معنى أو يتحدث بمعنى، لكنه ما نقدرش نقول أنه بليغ لأنه لا يستطيع أنه يوصل معاني غير الإنسان. طبعا بعض العلماء يرون ان الفصاحة والبلاغة بمعنى واحد ويدلنا على شيء واحد، زي القاضي عبد القاهر الجرجاني وابي هلال العسكري والرازي والجوهري ورحمهم الله جميعا. طبعا البلاغة هنبقى نتكلم عنها بعد كده باستفاضة، هي ثلاثة علوم: علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، وكلها في بحوث هناخدها في الكتاب إن شاء الله، والكتاب هيكون بإذن الله هيخليك تتذوق ويكون عندك حس راقي لما بتقرأ فيه وتتعلم فنون البلاغة جميعها. وفقنا الله وإياكم، وإن شاء الله من الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله نخش عملي على تطبيقات البلاغة. تابعوني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.